السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. النهارده معايا لكم حلقه تعتبر من سلسله اختراعات، جايب لكم مجموعه من الحاجات المختلفه اللي انا حابب جدا اجربها معاكم، عشان كل واحد فيه المفروض في حاجه مميزه ومختلفه. النهارده فعليا معانا حاجتين، اذا في وقت في الحلقه هضيف لكم حاجه ثالثه كمان ممكن اضيفها. والحاجه اللطيفه في الموضوع الحاجتين دول من شركات قويه، عشان كده متحمس جدا اجربها معاكم. وهيا بينا. بس خليني اول اقول لكم على حاجه اتوقع جدا انها تعجبكم. دي نسخه جيجا بايت من فيديا جي فورس RTX 3080 Ti. هذا الوحش المتوحش الخطير، يعتبر من اقوى الجرافيكس كاردز الموجوده حاليا، وزي ما شايفين عباره فعلا انا حاجه متوحشه شكلها لوحدي حتى من غير ما تشغل حاجه رهيب. بس طبعا تاكيد هتبقى عايز تجرب وتشغل حاجات كتير على هذا الوحش، زي مثلا مارفل سبايدر مان ريماسترد على البي سي، وهتديك تجربه ري تريسنج رهيبه مع كارت ده. طبعا ري تريسنج التكنولوجيا الخطيره بتدي جرافيكس شكلها رائع، خصوصا في عالم الريفليكشنز، الانعكاسات، الشادوز، الاضاءه، كل حاجه فعلا بتكون شكلها واقعي جدا، ومفيش حاجه تكون مطبوخه كده في الانجن وخلاص، كل حاجه شكلها حقيقي. طبعا مع كارت زي ده عندك تكنولوجيا انفيديا دي ال اس اس، بتستخدم الذكاء الصناعي عشان ترفع لك الفريم ريت والاداء بتاع الجيم من غير ما تخسر في ريزولوشن بحاجه ملحوظه اطلاقا. كل ده بيتم عن طريق الذكاء الصناعي من غير ما انت تعمل اي حاجه فعليا. ده غير كمان عندك تكنولوجيا دي ال اي اي اللي بيحسن لك كمان الانتي الليزنج عن اي حاجه شفناها قبل كده، عن طريق تنسر كورز الموجودين في كارت زي ده، عشان تاخد احسن صوره مع الاداء العالي مع الري تريسنج، تاخد فعلا تجربه رهيبه. وعلى فكره دلوقتي في عروض قويه جدا على الكارت ده وغيره من الكروت الثانيه من جيجا بايت على موقع مايكروليس، هسيب لكم لينك ليه اكيد في صندوق الوصف تحت الفيديو. هتلاقوا عروض شرسه جدا، وخلي بالكم لفتره محدوده، واكيد هتلاقي عرض يناسبك جدا. اوكي، خلينا نحكي لكم دلوقتي على بيلكن ساوند فورم اميرس. دي على فكره سماعه من شركه بيلكن، انا بستخدم منها حاجات كتير. بيلكن بتعمل فيها حاجات كويسه جدا، بالذات في جانب ابل. انا بستخدم الشاحن بتاعهم بتاع الايفون والساعه والسماعه، واستخدم كمان الستاند التراكر، ممتاز بصراحه التصوير ريلز وشورتس وما الى ذلك. متحمس اكيد اجرب السماعه بتاعتهم. المفروض برضه انها تديك شويه مميزات كده وحاجات لطيفه جدا مش هتلاقيها في سماعات ثانيه. اوكي، خلينا نشوف. الكيس حجمها مش اصغر حاجه، سمكه مش صغير يعني، بس عجبني الميكس ما بين الجلوسي والمات للجزء السفلي للسماعه. الغطاء لطيف، اتوقع يعني نسبيا في سهوله انك تفتحها بايد واحده. والسماعات من هذا الستايل زي ما انتم شايفين، اللي هي بادز وليها فين صغيره، وطبعا الاير تيبس موجوده هنا. حجم السماعه نفسها مش كبير، ولكن اللي هو الدائري من غير ستيم. في ناس طبعا بتحب هذا الموضوع اكتر. السماعه طبعا بيجي لك معاها اير تيبس بمقاسات مختلفه. المقاس اللي كان فيها الميديوم مقاسه مريح بالنسبه لي، والفين بيخليها تثبت في ودنك كويس، عشان هي بتلفها كده فبتثبت في غضروف جوه ودنك كده، بس هي كبيره شويه يعني، بارزه بره الودن المسافه مش صغيره، فحسب بقى مقاس ودنك وشكل وشك كده هتحسها كبيره سنه. عشان الكنترولز هنا فيها زراير زي ما احكي لكم بعد شويه. بس حاجه لطيفه فيها انها بتيجي مع ريتنج IPX5، يعني مفيش مشكله تمرن بيها كعرق ومطر وما الى ذلك. البيرنج على فكره سهل جدا، سواء مع ايفون او مع اندرويد بسهوله جدا. السماعه ليها ابلكيشن تقدر تستخدمها، ولكن مش لازم تستخدمها، بس الابلكيشن بتفتح لك مجموعه من الاوبشنز، والابلكيشن تقدر تنزلها على ايفون او اندرويد، وتضيف لك مجموعه كبيره من الحاجات والكنترولز. الابلكيشن شكلها وتصميمها لطيف بصراحه، تصميمها يعتبر ممتاز كتصميم لسماعه مش يعني مش جايه مع التليفون نفسه، او مش من شركه التليفون نفسه. ودي على فكره واحده من السماعات اللي بتحاول تقدم لك كل الاوبشنز اللي انت بتدور عليها في اي سماعه موجوده في السوق، بسعر اقل شويه من المنافسه، وتضيف لك كمان شويه حركات ممكن ما تلاقيهاش في سماعات تانية. السماعه دي فيها اكتيف نويز كانسليشن بضغطه واحده على زرار موجود في السماعه نفسها. في كل سماعه هتلاقي زرار باتن كده صغير غير التاتش كنترولز الموجوده هنا. الزرار ده تقدر تبرمجه انه يتحكم في النويز كانسليشن بالضغطه، تقدر تخليه يعمل لك ترانسبيرنسي مود، او يعدي لك الهير ثرو، يدخلك صوت لبره جوه، او تحوله على النويز كانسليشن. طب ايه اخبار النويز كانسليشن هنا؟ بص، هو مش احسن حاجه جربتها، في اقوى من كده، ولكن مش سيء يعني، بيعمل عزل كويس جدا للصوت الدوشه وصوت التكييف وصوت الزنه والحاجات دي. والترانسبيرنسي مود هو كمان برده مش سيء هنا. الاصوات اللي بيدخلها الخارجيه زي صوت التكييف برده وصوت الحاجات اللي حواليك كويس جدا. صوت البني ادمين او صوتك انت هو مش ميكانيكي، ولكن في اختلاف سنه كده عن الصوت الحقيقي، بس مش سيء اطلاقا، مش هتحس ان انت متضايق وانت مشغله. جوده الصوت في البلكن ساوند فورم اميرس هي كمان كويسه جدا، الصوت عالي وواضح، في نسبه بيس مش سيئه اطلاقا. السماعه مش بتديك احسن جوده صوت ولا احسن اكتيف نويز كانسليشن، ولكن من الكويس جدا، من الليفلز المعقوله جدا جدا، هتكون مستمتع باستخدامها. ولو ما جربتش الحاجات الهاي اند قوي مش هتحس اساسا ان انت مفتقد حاجه هنا. الصوت عالي وواضح وممتاز، ونسبه مش سيئه خالص، وعندك اي كيو هنا تقدر تظبط الايكولايزر بتاعك عشان
توصل الصوت للدرجه اللي انت عايزها بالظبط. خاصيه الاوتو بوز لما تقلع السماعه من ودنك واوتو بلاي لما ترجعها تاني في ودنك شغاله كويس جدا. وعندك كمان خاصيه المالتي بورت، اقدر اوصل موبايلين او اي جهازين بالسماعه واحاول بينهم مباشره او يتحول اوتوماتيك لو جالك مكالمه هنا او مشغل حاجه هنا، ده كلام ممتاز. وعلى فكره بطاريه كمان ارقامها تعتبر كويسه جدا، 7 ساعات استخدام والسماعه في ودنك ومع الكيس 31 ساعه. دي ارقام مش اقل حاجه في المنافسه برضو ولكن كويسه جدا. والكيس بتدعم الشحن اللاسلكي، هو لازم صراحه عشان الكيس كبيره جدا، بس الكيس دي كمان بتدعم حاجه مش هتلاقيها في سماعات كتير خالص، وهي انها بتشتغل مع الفايند ماي بتاع ابل. تقدر توصل السماعه بالكن بتاعتك مع ابلكيشن فايند ماي من ابل، وتقدر تلاقيها من خلال الابلكيشن، تقدر تشغل ساوند وفيها سماعه في الكيس نفسها فعليا زي ما شفنا في الايربودز الجديده، بحيث تقدر تلاقيها بسهوله او توصلها كمان عن طريق الدايركشنز يمين شمال. لكن هنا مفيش طبعا زي الاير تاج، ولكن تقدر توصلها على الماب، هتشوفها هي فين بالظبط على الخريطه لو نسيتها في مكان وما الى ذلك. دي برضو حاجات مش هتلاقيها في سماعات كتير خالص. فزي ما شفتوا السماعه بتديك مجموعه من الاوبشنز اللي ممكن تكون بتدور عليها من السماعات الهاي اند جدا، ومع موضوع طبعا فايند ماي من ابل دي مش هتلاقيها اصلا في سماعات كتير اطلاقا خالص. الكيس بس محتاجة تصغر شوية، دي التعليق اللي عندي عليها، بس فيما عدا ذلك سماعة لطيفة جدا ممكن تكون اوبشن كويس بالنسبة لك تحطها في ليست السماعات. اوكي دلوقتي بقى خلينا نحول على واحدة من الحاجات بصراحة الرهيبة اللي انا متحمس استخدمها جدا، وكان بقى لي فترة عامله بري اوردر. المهم وصل، ده اختراع رهيب جدا هيساعد جدا في الحياة اليومية، في السفر، في الشغل، في كل حاجة. خلينا نعرفكم عليه. هذا الوحش القادم من شركة انكر اسمه انكر 737. اوكي هو هذا الشيء الكبير شويه، يعني مش متعودين انكر نشوف حاجات عملاقه كده، ولكن هو عملاق لسبب ما. هحكي لكم على الاسباب حالا، بس خلينا لكم برده بيجي لك جوه العلبه زي كفر كده لطيف، وعندك كمان كيبل يو اس بي سي يو اس بي سي. والكيبل ده على فكره كيبل محترم، 140 واط بيستحمل معاك، ده ما بتلاقيش الحاجات دي كتير خالص، خلي بالك. طيب ايه المميز هنا يعني مقارنه باي حاجه عملتها انكر قبل كده من الباور بانكس والاختراعات دي؟ المميز ان دي بتستخدم تكنولوجيا الجان اللي شفناها في بعض الشواحن مؤخرا والبطاريات، دي اللي بتخلي حجم البطاريات نفسها والشواحن اصغر بكتير، رغم ان تديك طاقه عاليه جدا وفي نفس الوقت تكون امن وضد الحراره وما الى ذلك. بس ال 737 بيستخدم كمان الباور ديليفري او بي دي 3.1، ده اعلى بروتوكول في الشحن السريع، بيفتح هنا افاق رهيبه مع البطاريه دي. شوف حجم البطاريه دي اولا 24000 ملي امبير، طبعا حجم كبير وممتاز انك تشحن اجهزه كتير، ولكن مش الحجم هو الحاجه الاساسيه والمهمه هنا، مش سعه البطاريه نفسها. وعلى فكره دي شاشه انتجريتد جوه البطاريه نفسها، زي ما شايفين هي سميكه شويه مقارنه بالبطاريات، بس اخف مما تبدو عليه. الحاجه المهمه هنا والاساسيه هو سرعه المداخل والمخارج الموجوده هنا، زي ما شايفين عندكم 2 يو اس بي سي وواحد يو اس بي اي. طيب فين الميزه برضو؟ عادي شفنا الحاجات دي قبل كده. بس الشاحن المدخل اليو اس بي اي ده بيديك 18 واط، الاي كيو اللي هو بيشحن لك حسب سرعه الجهاز سرعته عاديه جدا، ولكن الاثنين يو اس بي سي دول كل واحد فيهم بيديك 140 واط. 140 واط تاخدها من ده او من ده او من الاثنين مع بعض لو استخدمتهم. مش عارف انتوا خدتوا بالكم ولا لا، ولكن المدخل الاولاني بتاع يو اس بي سي هنا مكتوب عليه ان واوت، وتقدر تستخدمه عشان تشحن البطاريه نفسها بنفس السرعه 140 واط ان واوت، مع ان انت هتشحن البطاريه دي كامله ل 24000 ملي امبير في حوالي 52 دقيقه، ده رقم ممتاز على الحجم ده. في العاده ال 24000 ملي امبير بتاخد معاك ساعات وساعات طويله، اقل من ساعه هنا عشان تشحن البطاريه دي فل، دي حاجة ممتازة جدا لوحديها. بس الحاجة الممتازة أكتر والعظيمة جدا بصراحة إن أنا أقدر أستخدم البطارية دي عشان أشحن اللابتوب بتاعي، الماك بوك 16 إنش الجديد، ماك بوك برو يا جماعة 16 إنش اللي بستخدم له هذا الباور بريك ال 140 واط عشان أشحنه، أقدر أشحنه دلوقتي من باور بانك، وهيديني نفس سرعة الشحن بتاعت الشاحن الأصلي. خلينا نعمل تجربة عملية، أدي الكيبل بتاع الماك سيف بتاع الماك بوك برو، أوصله دلوقتي في المدخل يو اس بي سي أي واحد فيهم، وأوصل كيبل الماك سيف هنا وبيبدا يشحن بنفس سرعه الشحن الاصلي، انا مجربه قبل كده وبيشحنه بسرعه جدا. وزي ما شايفين دلوقتي السكرين بيتنور لك عشان تعرفك ايه اللي بيحصل. دلوقتي انت عندك بتشحن من المخرج السي 1 اللي هو اليو اس بي سي الاولاني، وزي ما شايفين السرعه دلوقتي عماله تعلى 130 131 لحد ما هتوصل ل 140 واط، ودي اقصى سرعه بيشحن بيها الماك بوك. انا كده فعليا بعمل فاست شارجنج للماك بوك برو، انت بتشحن اللابتوب الماك بوك برو 16 شحن سريع عن طريق باور بانك، ده انجاز. فلو انت خارج في مكان مفيش كهرباء او قاعد مثلا في كافيه ومفيش فيشه في الترابيزه اللي جنبك، ودي بتحصل معايا كتير، وقربت تخلص يعني عايز تشحن شويه لسه ما خلصت الشغل، عايز رندر، عايز امنتج اي حاجه، الباور بانك ده توصله باللابتوب واشحن وانا شغال، او تشحن وانت سايبه جنبك
دي حاجه رهيبه بنفس سرعه الشاحن. دي الحاجه المميزه هنا، او مش بيديله كده حاجه عشان مشغلاه، ده بيشحنه في فاست شارجنج. دي حاجه ما شفناهاش قبل كده. اعتقد اي جهاز عندك هتكون كومباتبل مع هذا الاختراع، تقدر تشحن بيه اي حاجه عندك فعليا. ولطيف جدا انه بيبين لك بيسحب الجهاز بيسحب قد ايه. زي ما انتم شايفين الايفون بيسحب حوالي 22 واط، وبيقعد يعلى وينزل حسب بقى سرعه، حسب حاله الشحن، وحسب البطاريه فيها كام في المية وما الى ذلك. وهنا بيقول لك نسبه البطاريه اللي موجوده عندك هنا، ودي عدد الساعات اللي هيفضل شغال بيها الجهاز من غير ما، يعني دي مش باقي له كام ساعه عشان يشحن، ده باقي في البطاريه كام ساعه وهو بيستخدم سرعه الشحن دي بيفضي بيها بره. وعلى فكره السكرين دي تعتبر سمارت، يعني تقدر تلفها كده عشان توريك الاورينتيشن بشكل مظبوط، او تلفها العكس حسب ما انت باصص لها ازاي. دي حاجه لطيفه جدا. طبعا في زرار هنا بيخليها تطفي او تشغل او تقلب كمان في حاجات تانية معلومات اكتر، زي ما شايفين درجه الحراره هنا. اجهزه سامسونج كمان هتشتغل معاك باقصى سرعه اللي هو سوبر فاست شارجنج، زي ما انتم شايفين لو بيعلم لك اللون المختلف ده عن الشواحن العاديه. طبعا تقدر تشحن الاثنين مع بعض باقصى سرعه الايفون والسامسونج في نفس الوقت. وتشوف هنا سرعه الشحن في الاثنين، طبعا هي بتبدا بطيئه وبعد كده بتبدا تقلع على السكرين لحد ما توصل لاقصى سرعه الاثنين. دلوقتي اوريدي السي 2 اللي هو السامسونج وصل لحد 20 واط، وهيبدا دلوقتي الايفون هتلاقي برضه وصل لنفس الرقم. طبعا حجم البطاريه 24000 ملي امبير، هيشحن لك اي موبايل اكتر من مره، 3 4 مرات مثلا حسب حجم البطاريه اللي فيه. وهيشحن لك حاجه زي مثلا الماك بوك اير، الام 1 ماك بوك اير هيتشحن معاك 1.3 تايمز، يعني مره وتلت تشحن اللابتوب فول من البطاريه دي باقصى سرعه ليه، وتزود كمان عنه. الماك بوك برو 16 انش اللي هو مع اكبر بطاريه 99 واط، هيتشحن تقريبا 65% على ما تخلص البطاريه كامله. ستيل رقم كويس جدا ان انت تشحن لابتوبك من بطاريه في الشارع، وطبعا 65% اصلا يقعدوك مده حلوه جدا مع الماك بوك. طبعا زي ما قلت لكم انت الماكسيمم اوتبوت عندك 140 واط، فلو مستخدم حاجتين مثلا ده بياخد 140 وده بياخد مثلا 20، فانت مش هتاخد 140 هنا، هتاخد هنا مثلا 100 وهتاخد هنا 20 او 120 و20، لكن التوتال الخارج للاثنين هيكون 140. ستيل رقم كويس جدا. وعلى فكره تقدر تشحن 50% الماك بوك برو 16 في حوالي 40 دقيقه، ده برضه رقم جدا. نفس السرعه اللي بتاخدها مع الشاحن اللي بيجي معاه. طبعا مش لازم يعني يكون عندك ماك بوك عشان تستفيد من هذا الوحش، وان كان ده هيكون يعني السيناريو المثالي بالنسبه لك. اي لابتوب عندك بيشحن عن طريق يو اس بي سي، وبالذات اللي بيستخدموا الباور دليفري، احدث يعني احدث كونفيجريشنز الباور دليفري، تستفيد جدا من هذا الشيء الخطير. اذا انت واحد بتستخدم لابتوب في الشارع كتير، بتخرج تشتغل بلابتوب، بتمنتج، بتعمل اي شغل على لابتوب بره البيت او حتى في البيت بعيد عن الفيشه مثلا، ده اختراع هيكون قوي جدا. هسيب لكم لينك ليه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وحاجات انكر دايما ممتازه عن تجربه، وبتعيش فتره طويله، ومع الجان هنا مش بتسخن، فهتعيش فتره اطول كمان من انك تشحنها تاني وتستخدمها وتشحنها تاني وما الى ذلك. ودي كانت كل حاجه معايا النهارده. ايه اكتر حاجه عجبتكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. وبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق، في تشتركوا في القناه، تشغلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده اول باول. كمان تابعوني على انستغرام، فيسبوك، تويتر، او تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.